قد يضطر بعض أولياء الأمور إلى إعطاء أطفالهم جوالاتهم لأي سبب كان ولوقت قصير أو طويل، ولكن بعض الأطفال للأسف يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيغرد أو يرسل رسائل أو كذلك ربما يتصل ببعض الأشخاص في جهات الاتصال. في الهواتف الذكية ميزة جدا متميزة تقيد استخدام الطفل لأي تطبيق من التطبيقات وينفعله في الآيفون وكذلك في أجهزة الأندرويد. سنقوم الآن بتطبيقها. تحتاج أولا أن تذهب إلى الإعدادات، وبعد ذلك تذهب إلى تسهيلات الاستخدام، وبعد ذلك تنزل إلى تحت وتقوم باختيار الوصول الموجه. تقوم بتفعيل هذه الخاصية وتتأكد من تفعيل إعدادات رمز الدخول كما يناسب، وبعد ذلك تقوم بفتح أي لعبة أو أي تطبيق من هذه التطبيقات التي تريد للطفل ألا يقوم بالخروج منها. الآن بشكل سهل تقوم بالنقر على زر الهوم أو زر الإغلاق 3 مرات متتالية بهذه الطريقة. الآن كما نلاحظ أتت لنا شاشة الوصول الموجه، نقوم فقط بالضغط على بداية ونقوم بإدخال الرمز السري الخاص بنا. الآن لن يستطيع الطفل الخروج من التطبيق أبدا، فقط البقاء في هذا التطبيق. كذلك لن يستطيع الاتصال أو إرسال رسالة أو ظهور إشعارات ونحو ذلك بشكل كامل. ولإلغاء الوصول الموجه مرة أخرى تقوم بالنقر 3 مرات على هذا الزر، وتقوم بإدخال الرقم السري الذي قمت بإدخاله من البداية وتقوم بإنهاء. الآن بإمكانك الخروج من هذا التطبيق بشكل كامل. أما في الأندرويد فكذلك العملية سهلة، تقوم بالدخول على الإعدادات وتنزل تحت وتختار الأمان والموقع الجغرافي، بعد ذلك تنزل تحت مرة أخرى وتقوم بالضغط على إعدادات متقدمة وتضغط على تثبيت الشاشة، تتأكد من تفعيل هذا الخيار وبعد ذلك كذلك هذا الخيار الذي تحته ليطلب رمز التعريف. الآن أخرج من التطبيق وقم بفتح أي تطبيق تريد أن تقيد استخدامه. مثلا على سبيل المثال أريد أن أقيد استخدام الآلة الحاسبة. بعد ذلك بهذه الطريقة قم برفع الشاشة إلى الأعلى واضغط على شعار التطبيق، بعد ذلك قم بالضغط على خيار تثبيت ومن ثم حسن. الآن لن يستطيع الطفل الخروج من هذه الشاشة نهائيا بل بقى في هذا التطبيق. إذا أردت أنت إلغاء هذا الأمر فقط أنقر بالإصبعين على هذين الزرين وسيقوم بإلغاء الاستخدام الموجه أو تثبيت الشاشة. وليس فقط أن الطفل لن يستطيع الخروج من هذا التطبيق بل كذلك لن يستطيع رفع الصوت. فإذا أعطيته مثلا أي تطبيق من التطبيقات فيها صوت مرتفع بإمكانك خفض الصوت وبعد ذلك وضع التقييد لهذا التطبيق، ولن يستطيع الطفل كذلك رفع الصوت أو التحكم به نهائياً.